زار وفد من سيمنز الألمانية شركة آي بي تي النفطية في مركزها الرئيسي في عمشيت في 13 شباط لتهنئتها على إطلاقها بالتعاون مع شركة أوتوماتيكس ولأول مرة في الشرق الأوسط نظام الأتمتة والمراقبة الإلكترونية الذكية لأنشطة آي بي تي تحت عنوان حلول النفط والغاز من المصفات إلى سيارات الزبائن على محطة المحروقات. بعد الاطلاع على المشروع المنفذ تم تسليم آي بي تي وأوتوماتيكس شهادتي امتياز بهذا الخصوص من شركة سيمنز العالمية، استلمها كل من المدير التنفيذي في شركة آي بي تي الدكتور توني عيسى والمدير التنفيذي لأوتوماتيكس السيد الياس بشعلاني. ويجدر الذكر بأن سيمنز قد حولت برنامج الأتمتة المنفذ لدى آي بي تي إلى منتج عالمي من سيمنز أعلنته رسمياً ضمن فعاليات معرض نورنبرغ SPS IPC Drives في ألمانيا يتم عرضه على كبرى الشركات النفطية في العالم.